السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال عند احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. مهم باه نختصر، انا كيف فتحتها الشيء اللي توشيتو فيها واش درت؟ بدلت لها الزيت، حطيت لها زيت احمر، نسيت والله ما نعرف اسمه شو اسمه، مهم زيت احمر نتاع الهيدروليك بدلته، مشيت به مدة شهر يعني ما دار لي حتى بروبلام. كي صرا البروبلام هذا فتحنا الموتور هذا، ما قسناش منه جهة الزيت، قسنا منه اي كاينه منه الا تشوفها، ها هيك ها هيك، هذه المحرك الكهربائي هذا، فتحنا تستينا لابوبين تاعو، عمي كي تيستا لقى لي شومبر تاع لابوبين كامل يخرجوا، واش هو ما يخرجوش 2 فولت، يخرجوا 8، يخرجوا 8 فولت. عاودنا رديناها برجيتها منا، برجيناها منا وبرجيناها من الخلف، عندها برجير هنا في الخلف، ها هو كي البرجير، ها هو كي البرجير، برجيناها شفنا هذا. كاين واحد صاحب خبرة قال لي ممكن عندك هذا ما يخدمش، هذا هو الحساس الخلفي، هذا ما عرفتش كيفاه نحيه، مبغيتش نخرب فيها، خفت كش ما نتوشي وتزد السيارة هابطة من الأمام ومن الخلف. كيما قلت لك أنا موالف كي نركب هكا في السيارة نسمع الحس نتاع تما تاع السيارة كي تطلع وتهبط. الحين الوقت الحالي ما تمشيش، وقتها تحرك تسمع الحس هذا ساعات كي تكون راكدة تمشي خطرة زوج ساعات، مكثارية الأوقات تمشي كي يكون المحرك شغال، المحرك شغال تسمع المحرك نتاع لابومب هيدروليك يحب يطلع السيارة بصح ما تطلعش. وكيما قلت لك يعني هي في قضية المحرك نتاعها ويمشي لاباس عليه تنوض نورمال. ها وللتذكير قلت لك عند الخيط هذا يسخن، هذا يسخن الخيط هذا، ليس هذا جاي لهنا، كان في جاي لهنا فقط، هذه رانا فتحناها شفناها قالوا لي عندك لابوبين فاسدة، كنت شتيناها لقيناها تمشي نورمال لابوبين تاعها. المشكلة نتاعي انا عمي مختار، راني جيت في الجزائر والله، هاي تكتب لي ديفو سيسبونسيون غراف، ها وين راح المشكل ما نعرف، اسكو من الحساسات اسكو من يعني ماذا بيك تفيدنا. هاي هيك تحب تطلع كان نورمالمون تحب تطلع بصح ما تطلعش، تسمع المضخة تمشي نورمال تاع الهيدروليك بصح السيارة ما كاين حتى استجابة، ما تطلع ما والو. ها يعني قاعد نطلع فيها منه، ها والو ما كاين والو، ها هكا المضخة راهي مشات، يعني نسمع في الحس تاع الموتور تبدل. وكاينه حاجة أنايا قبل كانت عندي مشكل في تسريب تهريب الزيت في غير تكتب فيها وتعاود، كان عندي تهريب الزيت تاع الهيدروليك من واحد التويو هابط من القرعة، عاودته جديد، صبرت شو ما نعرف يبان في الكاميرا ولا لا، عاودته وحطيت لها الزيت احمر، قالوا لي الناس الزيت اللي درته راه غالط، ها التويو اللي عاودته، ها عاودت لها تويو جديد، هذا كان يوضر من القرعة، عاودته كي حطيت لها الزيت احمر تاع لاسيستي، هي ناقصه شويه الزيت تاعها كي كنا نفرجيو فيها، درت الحلول كامل فرجيتها منها، عندها فرجر منها او الزيت احمر كيفاه نازل، اللي كنت نفرجي فيها فرجيتها ما كاين والو، فرجيتها من المضخه تمشي ضرب او الحس تاع المضخه بصح السياره ما تطلعش. المهم
ممكن انا شكيت الله اعلم من الزيت، انت تعرف ممكن الزيت خاطيتها، ممكن عندي ونسيت عندي مشكل امي مختار في لي فيزيبل تاعها، كبير بيت الفيزيبل تاعها، الفيزيبل هذه هي الفيزيبل تاعها، عندي الخيط هذا يسخن سخون بزاف، ها حامي كي تمشي الخيط تلقاه حامي منا، حامي منا ومنا، من الخيط اللي يركب في المضخة او الداخل ما عرفت يبان ولا لا، بعيد شوية. المهم عندي واحد لافيش الهيت فيها خيط يسخن، الخيط هذاك هو اللي جاي لهنا، ها ومع العلم هذه الفيزيبل اللي مش مقطعة لاباس عليها، ها عطيك يور توقف الرؤية، ها كي واضحة الرؤية الفيزيبل راهي مش مقطعة لاباس عليها. قليل تاع الجزائر اللي كان عندي مشكل في الكاتسات وعاوننا فيها عمي مختار، كنت حكيت له على لي بوات بيرسي هادو اللي كنت نشريهم من لاكاس، هامليك هامليك يعني، كنت كل ما ندير وحده تحرق لي كل شهر، وكنت انا عبالي كاين روتور في الطابلو، وعمي مختار ودارها هذيك الخطره وقال لي لازم ندير فيديو باش تبين للجماعه. انا راني درت لكم فيديو لحقت المقر العمل تاعي، وراني درت لكم فيديو ان شاء الله باش نستفادوا قاعيتيك. هام البواطات اللي كنت نشريهم، نشري هذه نشريهم يعني بدراهم كبار، وهما وكاز واقيل مفتوحين لداخل، وهاي الثانية، وعندي واحدة ثالثة واحدة أخرى راهي في الدار، وهاي العلبة الأصلية اللي شريتها يعني العلبة الأصلية، بعد شريت واحدة في الكرتون جديد، وليت ما نشريش من لاكاس، وليت ما نثق يعني، وهاي وراهي موضيعة. بعد ما أنا درت الفيديو لعمي مختار كيفاش كان طابلو كي نمشي في لوطوروت ويحبس والآخر، انا الدرنيير مون قلت لعمي مختار، قلت له يا عمي مختار راني ركبت وحده جديده وراي شعلت لي في لوطوروت. عمي مختار عطاني واحد الحلول ربعه، قال لي تقدر تكون بوت بي ار سي، قال لي تقدر تكون من البي ام اس هذا، وقال لي تقدر تكون من المفتاح، قال لي تقدر تكون، وهذو احتمالات يعني عنده الحق عمي مختار، الفائده تاعو اللي فادنا بها هو مشكور، والجماعه مشكوره تاع المجموعه لاني معاهم في المجموعه، تعرفنا برجال يعني في هذه المجموعه الحمد لله رب العالمين، كانت سبت سيارة وممطون تعلنا يعني عرفنا رجال الحمد لله كان اللي عاونونا، كان مضرارين كما احنا والحمد لله. عمي مختار كان كما نقولوا رجل متين ويعاون الناس وكتر الخير على كل حال، وعنده فضل علينا يعني. عاود وليت انا كيشعل لي كيخبط في الحفرة، قلت له عاود تشعلت بالباطة جديدة، وكان لي اس بي كيشعل تكتب لي ستوب يعاود يشعل لك الطابلو بعد عاود يطفى يعني. رغم ذلك انا عاود يعني باش نقول لكم المشكل كان من علبة لي فيزيبل كما قال عمي المختار، احتمال الاول من الدينامو ولا علبة لي فيزيبل ولا المفتاح، ولا قال لي كان واحد الكابتور داخل النيمار يعني، كانت من علبة الفيزيبل والحمد لله تهنيت يعني. جميع واحد دوك عنده 407 وشعل له الطابلو يعني راح تكون هذه المشكلة من علبة لي فيزيبل. ننصحكم لازم تشرو هذه، شروها في العلبة ما زيدوش تشرو هادو تاع لاكاس يعني مفتوحين تاع لاكاس، يفتحوهم يعاودوا ريباريهم ويبيعوهم بثمن يعني غالي بزاف، قريب هذه تاع جديده نشيتها جديده، هي هذيك جديده وراهي، ها هي جديده وراهي والحمد لله رب العالمين. تما اللي صرا له مشكل هكذا في بيجو، ورغم ذلك حسيت نقول لك راه كاين هذا المشكل في 406 بس يزيدوا يفيدوا المجموعه. اذا دارت لكم هكذا عندها مشكل 406 واحد، استفدنا واحد من جنوب الجزائر من الاغواط وهو مشكور تاعه، ولا قال لي كان واحد الكابتور داخل النيمار يعني، كانت من علبة الفيزيبل والحمد لله تهنيت يعني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.